والله لو تأثر هذا الأصبع السبابة، شفت السبابة هذه؟ لو تعطلت لتعطلت منافع يدك. احمد الله، بعضهم كسوره معلق، زوروا المستشفيات لترى من علق بجبائره ويحمل عنه الأذى حمل الطفل الصغير وهو قد مل من فراشه وفراشه قد مل منه. لماذا ما ابتلاك الله وابتلى غيرك حتى يسمع الشكر منك والحمد منك، وأن تخرج الشكر عملا، حتى تخرج الشكر عملا. والله جعل من الشاكرين من يعمل، اعملوا آل داود شكرا، فجعل عملهم شكر. أما الشكر باللسان فقط فليس هو الشكر.